وقف، روح لهنيك، كأنه في حدا هنيك. يلا بسرعة. أب جيبوا مي بسرعة. رئيس خضر، انتو شفتوا غير شيء؟ لا رئيس، دورنا كتير. عرفتوا لمين هالباخرة؟ لا، من الواضح انه نتعرضوا لعاصفة، وهي المرة ضلت عايشة بمعجزة من الله، كأنه عم تحكي فارسي. شاكاز عصتي، وسلموني. خذوها لجوا وطعموها. مايكو جي بي باريت اسطنبول بكسر سلطان. لك يلا بسرعة بسرعة، نحن تأخرنا كتير، صار لازم نجهز العشاء. ما شاء الله يا شكري، ما شاء الله. شكري، هاي الحبة مو طيبة بنوك، كأنكم مو حاطين لها سكر. لساتهم بلا قطر يا سمبول. شو صار بالفري؟ بالفرن. اروح شوف ليش تأخروا فيه. طلع فيني، اهتم لي بهاي الأكلة لأن السلطانة هيام كتير بتحبها. يلا بسرعة. يا سنبول، صرفنا كتير وتجاوزنا المستحقات، خايف بكرة يحاسبونا. شو هاد اللي عم تقوله؟ السلطانة هيام بنفسها طلبت منا نعمل هيك، ورح تدفع كل شي من أموال الخاصة. قالوا لي إن عم تحتفل. أوه والله قدرت تنتصر على الكل. هلأ إذا بيوقف جبل بوشها بتهده. لك شلون انت لهيتني هيك؟ لا تروح هلا كوثر توزع الذهبات. املي حصتي. ها اوعى تحلم بالذهب قسيس. يسلموا ايديكم ولا يهمكم يا بنات. الله يعوضك. في ذهب بكفي للكل. الله يديمه ويخلينا اياها. ورح تشوفوا السلطانه هيام قديه رح تعطيكم هدايا. الله يخلي سلطانه هيام فوق راسنا. خدي حبيبتي. الله يخلينا السلطانة هيام. الله لا يحرمنا من السلطانة هيام. الله يخلينا السلطانة. شكرا كثير كوثر. الله دايما بيحرمنا من السلطانة. الله يخلينا يا. يسلموا ايديكم كوثر خانم. الله لا يحرمنا اولاد الامراء. فاطمة خانم، انت شو اللي موقفك هون؟ قولي لي شو عم تساوي عندك؟ يلا على شغلك، بسرعة لشوف. شكرا كوثر خانم. العمى وشها مثل الحية. سلطانة خديجة. أهلا وسهلا فيكي، والله نورتي القصر. سلطانة، مظبوط اللي سمعته؟ إبراهيم باشا عامل علاقة مع... لا تكملي ألفت، سكروا الموضوع. شو رح تساوي؟ لا تقولي للسلطان. تركيني ألفت، الموضوع منتهي. لا يا سلطانة، الله يخليكي لا تقولي له، لأنه هالشي رح يكون كارثة. خلص ألفت، رح فوت له.
شكر لك يا ربي. سلطانتي شبك يا سلطانة؟ ولا شيء. شوفي ليش اجيت؟ شفت السلطانة خديجة هون قبل شوي وكان واضح عليها انه مزعوجة ومعصبة كتير لدرجة انه حسيت الارض تحت رجليها عم بتهز هز، وقالوا لي انه رايحة تشوف مولاي السلطان. وقالت شيء؟ بس سمعت انه هي وابراهيم باشا بدهم يتطلقوا، فهي اكيد رايحة تحكي له الوضع لجلالة السلطان. خبروا للسلطان انه بدي شوفه. بامرك يا سلطانة. مولاي، السلطانة خديجة بدها تشوفك. خلوها تفوت. خديجة، فوتي لا توقفي عندك. أنا كنت اليوم ناوي بعتلك خبر، تعرفي إبراهيم رح يطلع على الحملة وبغيابه حابب إنك تضلك عندي. خديجة، في شي مزعوجة منه؟ يا مولاي، أنا بدي احكي معك بموضوع له علاقة بابراهيم. له علاقة بابراهيم؟ مولاي، انا قررت طلق ابراهيم. نهايته للباشا قربت يا سنبل، وحنشوف مين حيجي بعده. مولاتي، يعني اياس باشا رح يصير الوزير الاعظم من بعده؟ إياس باشا ما عندي أي شيء ضده، بس يمكن صعب بوجوده أشتغل الشيء اللي بدي إياه. كأنك يا مولاتي حابة يستلم اسكندر شلبي مكانه؟ والله أنا بتمنى. بس اللي مخوفني إنه كتير قوي وغني، وإذا بتعطي السلطة لواحد بهيك مواصفات رح تضطر بعدين تحاربه لتاخده. لازم حضرتك تقرري لنعرف مع مين بدنا نتواصل. بدي تجيب لي شوية معلومات عن كل شي موجود بالديوان، شو بياكلوا، شو بيشربوا، مين بيصادقوا، مين بيعادوا، يعني حابة أعرف كل شي عنهم يا سنبول. أمرك يا سلطانة، أنا بخدمتك. شو وضع الحرم لك؟ كله تمام يا سلطانة، والاحتفالات مستمرة لليوم. ما بيكفي يا سنبول، طبخوا ولائم كبيرة للشعب ووزعوهم، وشبعوا الناس الجوعانة، وقدموا تبرعات باسمي لدور الأيتام والأوقاف، وبعتوا للبشاوات والمخاتير والأشخاص اللي عندهم نفوس هدايا غالية، وخاصة للسفراء الأجانب، وخلوا كل هالعالم بطوله وعرضه يعرف إنه هالحرم لك أنا اللي عم ديره. خديجة، أنت بتعرفي شو يعني إنك تطلقي؟ شو اللي خلاكي تاخدي هالقرار؟ مولاي، الله يخليك لا تسألني عن الأسباب. بتمنى منك إنك توافق على قراري. أنا لازم أعرف كل شي صار، وإذا كان الحق معك أنا رح أقوم باللازم. احكي لي خديجة. إبراهيم صار له فترة طويلة وهو على علاقة بمرة تانية. هذا الحكي أكيد؟
ايه اكيد اعترف لي. الموضوع مو شغلة عابرة، لأنه هو يا سلطان فاتح لبيت لهالمرة وهلأ هي حامل منه. يا حراس خلوا إبراهيم باشا يجي لعندي فورا. ألفة استني، خلينا نحكي شوي. بدي اطلع على الحديقة، شو رأيك تطلعي معي؟ سلطانة ما في شي لتقولي، اعطيني فرصة لوضح لك. انا ليش حتى احاول اني اقتلك؟ هيام ورا الموضوع، مو شايفة انه هي قدرت توصل لهدفها؟ عزلتني. انا صرت ما بعرف مين بدي صدق بيناتكن يا سلطانة. بقسم لك انه مالي اي علاقة بالشي اللي صار معك بالمرة. الموضوع انتهى، الحكي هلأ ما بيفيد بشي. أصلاً في عنا مشكلة اليوم أكبر من هيك. شو صار؟ احكي. السلطانة خديجة قال إنه هو تاركها من زمان وما كان إله خبر إنه هي حامل منه. ممكن يكون صح، بس شو الفايدة؟ عايش معها سنين طويلة بدون علمي، باني حياة بعيدة عني وعن أولاده. شلون بيساوي هيك؟ مستحيل أعيش معه كأنه مو صاير شي. مين هي هاي المرأة؟ هاي هي المفاجأة يا مولاي. طلعنا مقاويين حية عنا ومو دريانين. الست فريال أمرتن يحبسوها، رح تتعاقب بس يجي الوقت المناسب. مولاي إبراهيم باشا مو موجود. جيبوا لي إياه من تحت الأرض. قالوا لي راح مقر الجيش يا مولاي السلطان، إذا بدك ببعث الحراس يجيبوه. أكيد أنت بتعرف كل شيء يا نصوح أفندي، صحيح أنه السلطانة هيام استلمت إدارة الحرملة؟ مزبوط يا باشا، الله يجعله خير. آمين. بس يعني كيف صار هيك فجأة؟ جميع انتباه، كأنه هذا الباشا. وقفوا جميع التدريبات. ايه هو بذاته يا باشا. حضرة الباشا اهلا وسهلا. مصطفى باشا. مور باشا. جهز حالك رح ننطلق بالحملة فورا. باشا شوفي، مو على أساس بعد أسبوع أنه ننطلق؟ أنا غيرت رأيي يا باشا، رح ننطلق بالحملة فورا. أوامرك مطاع إبراهيم باشا. أنا الصبح رأى قلتلك فورا. شو ما عم تفهم أنت؟ أمرك إبراهيم باشا. نصوح تعال معي. أنت هلأ رجعي على قصرك، هالموضوع أنا بحله. شو رح تساوي مولاي؟ بفهم إنك ما رح تساوي شي بعد كل اللي ساوى. خديجة أنت أختي الغالية، وبأكد لك إنه اللي رح يفكر يأذيكي رح يتعاقب. ما في حدا بالعالم كله قيمته عندي أكبر من قيمة سلالتي. ما رح تكوني غير مبسوطة.
انت رح تقرري عقوبة ومصير إبراهيم، بس أنا هلأ شايفك كتير معصبة. صدقيني بهيك مواقف ما لازم تستعجلي أبدا، وعلى قد هالموضوع مو موجع لك قلبك الشر عم يطلع من عيونك. روحي على قصرك وفكري منيح مرة تانية، فكري بحالك وبولادك ومستقبلكم. أنا هذا بدي... القرار بيرجع إليك خديجة. إذا بدك عاقبي أو فيكي تعفي عنه، القرار رح يكون قرارك، وأنا شو بدك بساوي. بس فكري. رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا، رح نموت كلياتنا. ما رح يرحمونا، رح يقتلونا، رح نموت كلياتنا. ما رح يرحمونا. كلياتنا رح نموت، كلياتنا رح نموت. ما رح يرحمونا، 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 رح يقتلونا كلياتنا، رح نموت كلياتنا، رح نموت. ما رح يرحمونا، رح نموت. يا الله شو رح يصير هلا؟ ما فينا نعمل شيء يا نصوح، هذا هو قدرنا المكتوب. قدر شو يا باشا؟ الأمور كانت واضحة من الأول لوين رح توصل، وحضرتك بتعرف النهاية. باشا شوف، لأني بحبك وبحترمك لساتني ساكت لليوم. أنا طعتك بكل شيء، بس بتمنى أنه هالمرة تسمع كلامي. روح يا باشا، روح روح قبل ما جلالة السلطان يصير له خبر. احكي مع السلطانة واطلب العفو منها. اطلب العفو؟ انت شو عم بتقول؟ بدك ترجعون ما يقتلوني؟ ما بطلب العفو من حدا. نصوح شايفني شخص عاجز ما بقدر اتحمل مسؤولية عملتي؟ انا ما قصدي يا باشا. ايه انا بقصد. كمل. السلطانة بتحبك يا باشا، والسلطان بيعتبرك مثل اخوه. هو مستحيل يقتلك، وخاصة انكم ربيانين سوا. هذا الكلام مو مزبوط ابدا. هونيك بالقصر انهدر دم اصدقاء واخوة. ليش اجيت لهون يا حضرة الباشا؟ كيف بتطلع على الحملة بدون ما تشوفه لمولاي السلطان؟ انت عارفان ليش انا رايح على الحملة؟ انا رايح لحتى موت. حابب اني موت بشرف كقائد عم بيحارب بساحة المعركة يا نصوح افندي. فهمت هلا؟ وشو مشان يلي رح تتركن يا باشا؟ ولادك كلهم والسلطانة خديجة و... أولى أولى ولا تنحرج أبدا. الست فريال مو هيك؟ وهي حامل كمان ورح تولد. يمكن أنا ما رح أقدر شوفه لهالولد ابنه، بس أنا حابب إنه يولد ورح يعيش. روي لا
ساعدك، اجيت لحتى خلصك. قريبا رح تطلعي من هون. ليش انت مين؟ ومين بعتك لعندي؟ بيقولوا لي ادري اخا، انا اجيت لهون بامر من الباشا. اخيرا اجى حدا يخلصني من هدول الظالمين، يلا طلعني من هون بسرعه. طولي بالك شوي، رح اجي مره ثانيه بوقت مناسب. استني هاي اللحظه ولا تسوي مشاكل، اهم شيء انك تحمي الولد. طمني، وينه الباشا؟ شو عملوا فيه؟ يلا يا ادري اغا. ماشي انا جاي. اكيد حكيت له كل شيء لمولاي وراحت عليه. لسه ما صار شيء، لساتنا بالاول. ناهي الدوران، كثير مبسوطه بشوفتك، يعني صار لك مده ما طلعتي من جناحك. قصه فريال انت اللي دبرتيها؟ اتفقتي انت وياها وحطيتيها بطريقه للباشا. لو كنت بعرف انه الوزير هيك لكنت ساويتها من زمان، ما توقعته هيك. للاسف خبى هالموضوع طول هالوقت، فاجئنا كلنا. بوعدك انك تتحاسبي على اللي عملتيه هيام. انت ليش لساتك هون بالقصر؟ ما كنتي على اساس بدك تروحي على منسة لعند ابنك؟ الأمير لهلا ليكون لساته نايم بالعسل. بشير آغا عم نمزح يا باشا، شباب مو كلنا منعرف إنه الأمير لساته ولد صغير. مولاي السلطان سليمان كان أصغر منه وقت استلم العرش وحقق إنجازات كبيرة، والعالم هلا كله تحت أمر سلطاننا. صحيح هالحكي، وقتها ما كان في غيره يعني وحيد. إيه بس هلا هو ما أنا وحيد، في غيره أربع أمرة. سكوت يا بشير وهالحكي لا تعيده. يا بنات لا تلتهوا عنا شغل كتير. ست نعمات تفضلي. ست جينان بتجهزوا أفضل الجواري مشان هاي الليلة، بدنا الأمير يكون مبسوط وما ينقصوا شي. هذا أمر من مولاتي السلطانة، حابة يصير عنده ولاد بسرعة. لا تاكلي هم يا ست جينان، هالموضوع أنا رح أهتم فيه. يا جناب الأمير، صار لي كتير ناطر وصولكم. جيت وشرفتنا يا مولاي. عبدكم المأمور بشير آغا دائما بخدمتكم. الله يديمك فوق راسنا يا جناب الأمير. شكرا
طولي بالك، رح تكوني بخير، صدقيني رح تكوني بخير. كيف؟ ونحن هلا صرنا عبيد، رح يؤذونا. لا، ما رح يؤذوكي. بدك ترجعي على بيتك؟ ايه اكيد. شو اسمك؟ سيلفيا. سيلفيا؟ مشان مين كل هالدموع؟ اكيد كل هالدموع مو مشانك، ما هيك؟ زعلانة على اخواتي، لساتهم ولاد صغار، ضلوا لحالهم بالبيت وما في حدا معهم يهتم فيهم. انا لازم اهرب من هون، لازم اروح، ما فيهم يعيشوا بدوني. طيب اهدي وطولي بالك، انا بدي ساعدك تهربي من هون. طيب كيف؟ رح شوف، اكيد رح لاقي شي وسيله. خذوها النيمون. حبيبي مولاتي، هاي المرة الأولى اللي بسافر فيها من دون ما ودعك، لأنه هي آخر مرة رح نفترق فيها. ما رح أرجع أشوفك مرة تانية. أنا حالياً مجبر إنه أتقبل هذا الشيء بكل نتائجه السيئة حتى لو كان أليم. طالما الطلاق هو رغبتك ما رح أمنعك، وروحي ما رح تتألم حتى لو أصدرتي فرمان بقتلي، لأنه أنا ماني ندمان على أي شيء عشته وساويته يا مولاتي. زماناتي تركت كل شيء ورجعت على برقة بس مشانك، وهلأ رح روح لهنيك وابني حياة جديدة لحالي. طبعاً إذا ما متت وضليت عايش، أنتي وولادي بأمانة الله يا مولاتي. طريقنا من ديار بكر على حلب، وبهي النقطة رح ينضم إلنا حلمي باشا والباقيين، وبس نجمع كل الجيش رح نروح على بغداد. وطبعاً هداك اللي اسمه طهماز رح ياخد نصيبه منيح ويتعاقب على أفعاله الوسخة، هو وكل الناس اللي عم يتعاملوا معه كمان. أكيد ما في شك يا باشا، بس طهماز نحن ما منعرف وين متخبي، ولهيك نحن لازم نبذل كل جهدنا لحتى نعرف مكانه. وإذا ما لقيناه؟ والله يا مصطفى باشا، وقتك كل العالم رح يشوفه ويعرف إنه اللي عم يدير الدولة الصفوية شخص جبان. حضرة الباشا. يا أهلا وسهلا، اسكندر شلبي بذاته؟ أول ما وصلني الخبر إجيت. لشو العجلة يا باشا؟ شفت هالشي مناسب، جبت المرافقين اللي طلبتهم منك؟ بالوقت الحاضر في 30 مرافق بخدمتك. مصطفى باشا، نحن كم مرافق طلبنا؟ المفروض 110. وين الباقيين؟ رح ينضموا إلنا بعدين مع حضرة مولاي السلطان. اسكندر شلبي، أنت بتعرف إنه عدم تنفيذ الأوامر يعتبر جريمة كبيرة، وخاصة خلال الحملة. العفو يا باشا، بس أنا طلع لبرا وأوعك تفوت لهون بدون ما أسمح لك. ديروا بالكم منيح، إبراهيم عم يدور على أي فرصة لحتى يتخلص مني. لا تأكل هم يا باشا، أخذنا كل التدابير. خذوا كل احتياطاتكم مشان أمن إبراهيم باشا، تعرف طريقه حيكون طويل وما بدنا أي حدا يعتدي عليه. فهمت عليك. إيه كمان حاول تعرف شو اللي خلاه يعجل بالسفر. أمرك يا باشا.
السلطانة؟ تركيني واطلعي لبرا. اجت السلطانة ناهي الدوران لعندك. دخليها. سلطانة، سامحيني إذا ضايقتك. آسفة كتير ناهي الدوران، بس أنا تعباني. اسمعيني مولاتي، ضروري تعرفي كل شيء. ليش شوفي؟ شو الموضوع؟ ويا مورا موضوع ألفت. خططت حتى تصير مسؤولة الحرم لك. أنا مو ناقصني اسمع أي شيء عن مشاكلكن، مشاكلي كافيتني. هي مو بس مشكلتي لحالي، هاي المشكلة بتخص السلالة يا سلطانة. إذا بتطلقي لإبراهيم باشا وقتها بتكوني عم تخدميها لهيام، صدقيني. يعني ليش إجت وحكت لك؟ لأنه كتير بتحبك مثلاً؟ لا، ساوت هيك لتتخلص منه يا سلطانة، وهذا هو اللي بدي إياكي تعمليه بالضبط. مو مهم مين هو اللي خبرني، المهم إنه هاي هي الحقيقة. ما السلطان كمان عمل معي هيك، فيكي تعتبريها نزوة وتسامحي عليها سلطانة. لا تقارنيني فيكي يا ناهي الدوران، أنا مو مضطرة أتحمل هيك موضوع أبداً. مضطرة تتحملي مشان أولادك سلطانة؟ معقول كل هالحب الكبير ينتهي؟ حب شو هاد؟ خدي شوفي شو كاتب الباشا هون، مانو ندمان على عملته أبداً، عم يتكبر علي بدل ما يطلب مسامحتي ويعتذر مني. أنا ما عم قلك سامحي، أكيد هو لازم يدفع الثمن. عاقبيه وخليه يصير محروم من مرة حلوة مثلك. بس لا تطلقي سلطانة، لأنه هالشي ما بيخدم غير هديك الحية. لو حكمتي عقلك مشان تحفظي كرامتك، هيام ما كانت أخدت مجدها. سلطانة بكفي ناهي الدوران، فيكي تروحي. وجعني قلبي كتير عليها يا سلطان. انت لازم توقفي جنبها. لا تاكلهم، رح كون معها كل الوقت. تجرأ على السلالة يا مولاي، ما عم صدق كيف عمل إبراهيم باشا هالشي بالسلطانة وحتى بفريال. شو عم تستنى يا سليمان؟ ايمت الباشا بده ياخد العقوبة اللي بيستحقها لتكون ناطر لتخلص الحملة؟ هاي المشكلة بين خديجة وإبراهيم، وهي اللي بتاخد القرار. يعني هي قررت تطلقه؟ طلبت منها أنه ترجع تفكر. طيب إذا سامحته شو رح تساوي؟ رح تغض نظر على هالخيانة؟ اليوم عم يخون خديجة، بكرة ما بتعرف مين رح يخون. هيام ضل عايش مع فريال مدة طويلة، مع أنك كنت معتبره مثل أخوك، عطيته صلاحيات ما عطيتها لأي حدا تاني، وهو طول الوقت كان عم بيخونك، معقول تتغاضى عنه؟ سمعتي شو قلت؟ القرار قرار خديجة. هي نهاية كل واحد خاين. أنا من البداية نبهت للسلطانة خديجة، لأنه وحدة مثلك أنتي مستحيل تأمنها أبداً. بترجاكي يا سلطانة، بترجاكي تطلعيني من هون.
عن جد عم تحكي؟ أنا حاملة ابنه الإبراهيم باشا ببطني، أعملي هالشي مشانه. الباشا دائما كان واقف جنبك. ليش مين قالك إنه هو سائل عنك؟ إبراهيم باشا أصلا كان تركك بهالوضع لو بده إياكي. الباشا بعتني لضل عند أخوه آخر فترة، وكنت رح جيب له ابنه هنيك. اللي صار إنه منعتني السلطانة وياه. تستحقي هالشي. شوفي سلطانتك لوين وصلتك. سلطانة؟ مولاي السلطان صار عنده خبر، ما حدا بيقدر إنه يخلصك هلأ. طيب كيف إبراهيم باشا هلأ؟ شو ساوي فيه؟ مصيره لسه ما تحدد. مين بصدق إنه ممكن يصير فيه هيك من ورا واحدة تافهة مثلك؟ حتصير مشاكل وحتنتهي، بس حيعيش. فكري بمصيرك انتي. فيكم تنصرفوا. انت خليكي. سلطانة صحتين وهنا. على قلبك، أهلا وسهلا. فوتي قعدي ارتاحي، تشربي شي؟ شكرا ما بقدر، عندي شغل. أنا أجيت لحتى خبرك عن شغلة. جناح الأمير محمد صار جاهز، في ينتقل عليه إمتى ما بده. كتير حلو، محمد رح ينبسط كتير من هالخبر. تصبحي على خير. ألفت خانو؟ انت شو صاير لك؟ مزعوجة مشان السلطانة خديجة؟ طبعا متضايقة عليها. يا ريت لو ما قلتي لي يا سلطانة. ما كان ضروري السلطانة تعرف بهالشي. ايه صحيح، بس الموضوع ما بيتخبى لانه فريال هلا حامل. اكيد كان لاقوا شي حل. بس انت ما حبيتي انك تضيعي هالفرصة عليكي. وانتي كمان اللي عزلتيها للسلطانة ناهي الدوران. انتي استغليتيني. ألفت خانم لا تصدقي كلام ناهي الدوران، كلامها كله كذب وبالآخير رح تروح. يعني هي عم تحاول تغطي على ذنوبها وكل هدفها تعملنا مشاكل. أنا ما عندي مشكلة معك يا ألفت، كنت منيحة معك عطول مو هيك؟ وبتمنى تعامليني بالمثل يا خانو. الله يستر ويغفر للي أذنب ويصلحه يا رب. يا أمير قومي روحي.
في ثلاث شغلات بتاكل روحه للإنسان: طمع والحقد والغرور. صح، وكمان في الحماس الزايد والتكبر على الناس والحسد. الغرور هو مقتل الرجال يا مصطفى. مولاي، رستم آغا بده يشوفك. دخلوه. صباح الخير يا مولاي. تعال يا رستم، قرب. كيفك؟ بدعي لك بالصحة يا مولاي. جلالتك تكرمت علي بوظيفة مسؤول الخيل. أنا ما عندي شك يا رستم بصدقك وولائك. بتشرف مولاي. مصطفى كيفه؟ وصل على مانيسا ولا لسه؟ وصل لهنيك بالسلامة، ما شاء الله صحته كتير منيحة. الأمير رح يخبركن عن كل التفاصيل بأول فرصة. منيح مولاي. حضرتكن طلبتوا مني اختار خيل مخصوص للأمير محمد والسلطانة مريم، وأنا اهتميت بالموضوع وصاروا جاهزين. بعتلن خبر لكان، خليهن يروحوا يشوفوا الخيل. أمرك مولاي. تأمرني بشي تاني؟ تعال معي. عجبك جناحك؟ كتير عجبني، شكراً أمي. أخيراً صار عندي جناح. مو بس هالجناح رح يكون إلك، رح يجي يوم وتصير سلطان الدولة العثمانية، ورح تكون كل البلدان والبحور تحت تصرفك وملكك كمان يا محمد. أمي، وأنا شو بدي يصير فيني؟ أنت رح تكوني جنبه لأخوكي. وغير هيك شو؟ شو الموضوع مريم؟ لا تكوني غيرانة مني. ومن شو بدي غار؟ مريم، تعرفي قدي أنا بحبك، ما بدي شوفك متضايقة. خلص، بس انتقل على جناح السلطانة الأم، رح خليهم يجهزوا لك جناحي أنا مخصوص لإلك. كيف بدك تنتقلي؟ مستحيل يصير هالشي، جناحها رح يضل فاضي. هي أوامر مولاي السلطان. الأوامر ممكن تتغير ورح يكون لإلي. في شغلة حابب ابعت له اياها لابراهيم باشا. بأمرك مولاي. اكيد هالشغلة قيمتها كبيرة. مزبوط. تأكد انه يوصل لايد ابراهيم باشا. كون مطمن مولاي، انا رح اهتم بالامر بنفسي. تأمرني بشي تاني. وصل الأمان بسرعة. مازع الأغلب رح يكون بأي المنطقة حول تبريز. ومعلوماتنا هيك عم تقول يا باشا. تبريز مهمة، وإذا قدرنا نسيطر عليها منصير أقرب للسيطرة على بلاد العجم. مو بس السيطرة اللي بتهمنا يا باشا، المهم نضمن السلام بهي المناطق. السلام موجود بكل المناطق اللي دولتنا مسيطرة عليها يا باشا. اللي عم لمح له غير هيك يا اسكندر، لأنه عسكرياً كلنا منعرف صعب يهزمونا، بس كل ما تراخينا بحكمنا للشرق أملهم عم يكبر إنه يرجع لهم. من زمن السلاجقة عم يجربوا، وصحيح سلطان سليم انتصر عليهم نصر ماله مثيل بمعركة تشلدران، بس رجعنا خسرنا. شو لازم نعمل يا باشا؟ في شي مقترح ببالك؟ أول شي الصفويين رح نمحيهم على وش الأرض، ومن بعد هيك رح منعين حاكم ومنعمل شبه مستعمرة بهي المنطقة لتكون مثل ولاية عثمانية، وبيحكمها زعيم موثوق تابع للسلطان سليمان وتحت إشرافنا. بفهم من كلامك إنه رح يكون في دولة تانية يا باشا؟
زعيم، أنا بجدار قرأ علي المراسل الخاص للشاه طهماس وأمرني سلمكم هاي الرسالة باليد. شاه طهماس عم يأمرنا نقتل إبراهيم باشا بأسرع وقت ممكن. ما فيك تدير بلاد العجم وانت قاعد بالصنبول يا اسكندر شلبي، ومن الضروري يكون لدولتنا العثمانية وجود هنيك. طيب ومين رشحته ليكون الحاكم؟ في بذهنك شي اسم؟ انت اطمن، اللي رح يتولى هذا المنصب مو اي حدا. شو قال جلالة السلطان؟ أكيد بتكونوا عرضتوا عليه هي الفكرة الخطيرة. السيف هاد كتير قيم بالنسبة لواحد لحد هلأ ما استعمله ابنه. إن شاء الله تكون بتعرف تستعمله، لأنك بجوز تحتاجه قريبا. انتهى الاجتماع، يلا جهزوا للمعركة. دستور. هدول الأحسن لإلنا؟ طبعا، جلالة السلطان بعد جابهم خصوصي مشاننا. أي حصاني؟ اخترنا لك الحصان الأبيض يا مولاتي السلطانة، بس إذا ما عجبك. بلا، حبيته. مولاتي، في إلك معي أمانة. أمانة شو؟ ومين اللي بعت هالمكتوب؟ اسكندر شلبي. ألفت خانو؟ انت شو عم تعملي هون كوثر؟ اجينا بأمر من السلطانة هيام، بدها يعني نفرش ونجهز جناح السلطانة الأم بسرعة. وليش هالموضوع أنا ما عندي علم فيه؟ السلطانة هيام فيها تجاوبك على هالشي. السلطان أمر يبقى هالجناح فاضي وكلامه واضح، وإذا جلالة السلطان ما غير رأيه ما بتحركوا فيه شي أبدا. ألفت خانو، بظن إنه هالحكي ما رح يعجبها للسلطانة. انتي عم تهدديني ولا شو؟ نقلعي من وشي فورا. مولاتي السلطانة، بعد السلام والسؤال عن صحتك بهنيكي بنصرك الجديد. اللي وصلك هاي الرسالة شخص بتقدري توثقي فيه تماما، رستم آغا واحد من تلاميذي وفيكي تعتمدي عليه بأي شيء. رح يفيدك كتير بغيابي اللي ممكن يطول شوي. إذا في توجيهات وتوصيات جديدة رستم رح ينقلها بكل أمانة. احترامي لك مولاتي. رستم آغا؟ أمرك مولاتي السلطانة. أنت شو بتشتغل؟ مولاي السلطان كلفني برعاية خيولكم. معناته السلطان بيوثق فيك منيح لحتى كلفك بهي المهمة، وهذا شرف كبير إلي.
وهالرسالة بتعرف شو مكتوب فيها ما هيك؟ اعتبريني يا مولاتي خادمكم الكتوم. كويس. مريم محمد يلا تفضلوا. أمي خليني أركب عليه شوي. مو وقتها هلأ يا مريم، يلا. إياس باشا، طمنا عن صحة ابن كمال أفندي. مولاي، كل الحكماء أعطونا نفس الجواب، يبدو أنه ما في أمل. خبروا قاضي القضاء سعد الله سادي أفندي مشان يرجع. ابن كمال إذا توفى ما بيحل مكانه بمشيخة الإسلام إلا قاضي القضاء. إياس باشا. نعم مولاي. بدي تستقبلوا الريس خضر استقبال بيليق فيه، والتكاليف لا تاكلوا همها. بأمركم مولاي السلطان. مولاي. شو في قاسم باشا؟ كلنا يا مولاي معجبين بالريس خضر، بس المشكلة بطبعه، لأنه بيشتغل من راسه وما بيتصرف بشكل مهني وعسكري. فوجوده هلأ بالعاصمة بجوز يضرنا أكثر من إنه يفيدنا. وإذا بيتابع مهمته اللي كلفته فيها بالجزائر بيكون أفضل ومن مصلحته. هذا الرجل قائد عثماني موثوق بإخلاصه للدولة العلية وقدم لها خدمات ما حدا بينكرها. نحمد ربنا أنه جيشنا مسيطر بشكل كامل على البر، بس وضعنا بالبحر مو منيح بنوب، وبالتالي نحن بحاجة لأسطول كبير، بحاجة لقبطان خبير يضبط أسطولنا بالشكل المناسب، وما حدا أجدر من الريس خضر للقيادة. صحيح، هون بيعيش ابن عمي كيولا. كويس، فيك توصلي لعنده سباحة؟ فيني طبعا. تعالي معي لكان. نحنا ما فينا نطلع من هون، الحراس واقفين فوق، والله بيقتلونا، شو رح نعمل؟ انتي قولي له نفسها مقطوع وحاسستها رح تموت. خايفة اني اتلبك. بدك تحاولي والا بضيع الفرصة وبتبقي معنا. يا حراس تخيكم، يا حراس وينكم؟ رح تموت البنت. ساعدني الله يخليك. أعطينا شوية مي الله يوفقك. مو قدراني تاخذ نفس، روح شوف لنا حكيم. لك شو شبك؟ لك شبك اتحرك. أنت خليكي معه شوي وبرجع. سيلفيا روحي بسرعة. ما رح تجي معي؟ لا أنا ما بقدر. مستحيل خليكي هون. خلص تعالي معي منعيش أنا وياكي سوا عند ابن عمك يلا. لك سيلفيا روحي بسرعة يلا قبل ما يجوا. طيب خلي هذا معك رح يحميكي من شروره. عالسريع. وانت ليش ما هربتي معها؟ نفدتي من العاصفة بأعجوبة مع انه ما توقعنا حدا يطلع منها، وحكيتي فارسي بالاول وهلا عم تحكي بلغتنا، عم تحكي مثلي واحسن. انت مين بتكوني؟ لوين رايحة؟ ومن وين جاي؟ مو المهم مين أنا أو من وين جاي، أنا هلأ أسيرة وراح أكمل حياتي بخدمتكم مثل بقية هالجواري. حقك علي يا ريس، سامحني. قالت لي مريضة، شفقت عليها وطلعتهم شوي ورحت لجيب الحكيم.
بس فينا نلحق لهديك البنت. خلاص انت خدوها من وشي هلا. يلا سمو الأمير مصطفى وصل على الديوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. آمين. صدق الله العظيم. بعون الله والتوكل عليه نفتتح جلسة اليوم. عفوا سمو الأمير، ومن بعد إذنك إذا بتسمح لي عندي معلومات رح خبرك فيها إذا بتحب. هلأ أجلها، بعدين رح أعرف كل شي منكن، بس أول شغلة بدي أعرف كل شي عن بشير آغا، لأنه الشي اللي سمعته عنه كتير خطير. في اتهامات بحقه لازم نناقشها قبل، رشوة واختلاس واستغلال وظيفته بالدولة العليا. هذا الشي اللي بدنا نحكي فيه هلأ، وبدي اسمع رأي الكل. أصحاب المحلات ما عم يدفعوا من بعد ما اجى الأمير، وكمان عم يحرضوا بعضهم البعض لأنه مفكرينه رح يدعمهم. خلينا نشوف الأمير بالأول وبعدين منقرر شو رح نتصرف معه. أنا بشير آغا وسمو الأمير طالب يشوفني. استنى بعد شوي بينادولك. شو الموضوع؟ بالعادة بفوت فورا، في شي تغير؟ أنا ما عندي أي معلومات. بس ما يكون في شي حدا مشتكي علينا يا أغا. أنت لا تشغل بالك، ويشتكوا شو رح يصير يعني؟ الأمير مصطفى لساته ولد، بكلمتين حلوين بتحطه بجيبتك، ودولتك طول عمرها بتمشي بتمسيح الجوخ والبطني. بشير آغا، سمو الأمير طلبتني فأجيت فورا. قرب لعندي تعال. تقربي من سموكم أكيد بيزيدني شرف، وحابب خبركم عن آخر خدمة قدمت لدولتنا العلية إذا بتسمحوا لي. طبعا لا ما تعذب حالك، لأنه الكل بيعرف شو هي خدماتك للدولة العلية، رشوة واختلاس وغير التورط بخيانات وجرائم. معقول هالحكي سموها؟ معقول أنا خونكم؟ بحلف لك بشرف يا مولاي إنه هالحكي هاد كله افتراءات وكذب. تحكي هذا الحكي للقضاة باشا. أمور جناب الأمير. بأمر مني بشير آغا متهم ومدان ورح ينحال على القضاء لينال عقابه بشكل عادل. جناب الأمير صدقني أنا بريء، والكل عم يتهموني زور افتراء. صدقني أنا ما عملت شيء. بوس إيدك يا أميري على السجن. بوس إيدك يا مولاي ترحمني. أقسم لك أني مظلوم، والله بريء يا مولاي، بريء في شرفي، بريء يا مولاي. لا تظلمني دخيلك، افتروا علي، والله افتروا علي. من تابع خير كوسر؟ ليش وشك هيك مصفر؟ في مشكلة يا مولاتي، حاولت حلها من دون ما ازعجك، بس ألفة خانم ما خلت مجال للتفاهم. كوسر قولي شو في. ما سمحت لنا نجهز جناح السلطانة مثل ما أمرتو. ومين قال لك تروحي تاخدي الإذن منا؟ مولاتك اعتمدت عليكي بهالمهمة، والمفروض إنك ما تخذليها وبدون أعذار. مولاتي سامحيني، بس هي بتضل أمينة الخزنة وهي المسؤولة عن الحرم لك. قلت له لسمبل بس. خلص اسكتي. وين هلأ؟
لساتها بجناح السلطانة الأم. تعي معي. بجوز الليلة ناربك جاسي حالك ايه؟ ألفة خانم، فهميني انت شلون بتمنعيهم ينفذوا الأوامر تبعي؟ أنا الأوامر اللي عندي بتقول الجناح لازم يبقى فاضي يا سلطانة. السلطانة ناهد دوران حاولت ومولاي ما قبل بإنها تستخدمه أو تقعد فيه. أنا نبهتك من قبل يا ألفت، واضح إنك ما فهمتي بنوب. لا تقارني بيني وبين حدا تاني وخاصة ناهي الدوران لأن أنا هيام. إذا في أي شيء أنا بدي إياه بدي أوصل له لو شو ما كان. شو هالحكي اللي عم أسمعه؟ زودتيها يا هيام، شوفي براسك. مولاتي أنا ناهي الدوران كانت بدها تاخده للجناح وأنتي عارضتي الموضوع وقلتي بهداك الوقت إنه ما بيصير نسيء لذكرى السلطانة الأم بعد موتها، وهلأ جاية بدك تاخديه غصب عنه؟ مولاتي الأوضاع تغيرت كتير من هداك اليوم. ناهي الدوران انعزلت ووضع الباشا كلنا منعرفه، وأنا استلمت إدارة الحرم لك بالكامل. بس هاد ما بيعطيك الحق انك تسكني هون. حياتنا رح تستمر والجناح ما رح يبقى فاضي. الجناح مو لإلك ورح يبقى فاضي على طول. تعرفي شو السبب؟ لأنه هاد الجناح انعمل للسلطانات مو للجواري. فيا هيام، إذا وصل حدا من أولادك للعرش بيوم من الأيام وقتها يمكن نفكر. الله لا يقدر ونوصل لهون. هلأ صار فيك تروحي وسكري لي على هالموضوع. سلطانة، كنت عم دور عليكي مولاتي. كلهم هالمرة اتفقوا ضدي. السلطانة خديجة حطت إيدها شخصياً بالموضوع، بس أنا ما رح أسكت أبداً ورح أخذ اللي بدي إياه غصب عنهم. سلطانة صدقيني هاي المرة الحق معهم، لأنه الأصول هيك بتقول. أنا لو كان بدي التزم بشي اسمه أصول ما كنت عايشة لهلأ، ما هيك؟ معلش خلينا نتمهل، جلالة السلطان رح يقوم بحملة عن قريب. رح أخده لهالجناح يا سنبول. عم تسمع؟ جناح السلطان الأم حيكون إلي. أنتوا لا تهتموا، مستحيل خلي هيام تدير الحرم لك مثل ما بدها. سلطانة بلا ما تتدخلي فيها بجوز تزعجك. عم تقولي هيك يا ألفت مع أنه بتعرفي شو عملت معي. دمرت لي حياتي، أنا خسرته لإبراهيم بسبب مؤامراتها.
ورح أعرف شلون أخذ بتاري. وأنا هلأ بوعدكن إني دوقة من الكاس نفسه. أنت في شي ببالك سلطانة؟ رح تشوفه هيام مهزومة ومكسور جناح. بس شلون؟ في وسيلة واحدة لحتى نتخلص منها. مرة تانية سلطانة، السلطانة الأم جربت، بعتت لجلالة السلطان أجمل الجواري بس كله على الفاضي، ولا مرة زبطت. مزبوط، هو يام مانع أي حدا يقرب منه لأنه نهت كل اللي جربوا. بس هالشي ما رح يستمر، بيجي يوم وبتجي هالمرة المميزة على الحرم لك تقضي على عشقه إله وعلى عهد السلطانة هياه. شو وصلنا على المينا؟ وصلنا على قصر، بجوز هذا قصر السلطان سليمان. شو هالأصوات هاي؟ الناس عم ترحب بالريس خضر وبالأسطول اللي جاية معه. يلا جهزوا حالكم لنمشي، لازم نوصل على القلعة قبل ما يصير المساء. بأمركم إبراهيم باشا. لسه ما وصلنا أي خبر من جلالته. معقول السلطانة ما تكون خبرته؟ بتكون أكيد مخبرته. السلطانة هيام ما بتضيع هيك فرصة أبدا. فعلا معك حق يا باشا. احترامي يا باشا. مولاي السلطان استدعى الرئيس خضر ليرجع على العاصمة، عم بيقولوا يمكن يعينه قائد للقوات البحرية. تعرف اسكندر شلبي، برأيي لازم تشتغل مراسل أو مسؤول جناح ملكي بعد التقاعد، لأنه ابنك نشيطة ما شاء الله. مظبوط، وعم تسمع كل أخباركم. مثلا أنت والست فريال وعلاقتكم مشبوهة. أزولك فكرت الباشا. اهدى، واقف لك انت. سمعت اللي حكاها الواطي؟ بعد هيك اشتغلوا بسرعة، هلأ بيكونوا قربوا علينا، لازم نخلص قبل ما يوصلوا لعنا. شو هالاستقبال يا باشا؟ تقول هالاستقبال للسلطان بذات نفسه مو لبحال. فيك تعتبره هيك يا قاسم باشا، صار الريس خضر مثل سلطان البحر.
ريس خضر أهلا وسهلا فيك. ريس حسن، ريس صالح، أهلا وسهلا فيكم. وين مولاي السلطان؟ رح يجي بنفسه ليستقبلك، بعد شوي بيكون بيناتنا. مشان شو كل هالحفل إياس باشا؟ ما بحب البهرجة، ماني متعود على حفلات العاصمة. عذبتوا حالكم وما كان في ضرورة لهالشي. هي اسمها أصول يا ريس، مو بهرجات. وبهالمناسبة بذكرك ما تنسى تنحني وتبوس إيده للسلطان قبل ما تحكي أي كلمة. لو تكرمتوا وسجلتونا الأصول بشي دفتر كنا حفظناهن عن غيب قبل ما نجي. دستور جلالة السلطان سليمان. مثل ما قلت لك. خير، لا تنسى تبوس إيده للسلطان. ريس خضر تعال لعندي. مولاي. الحمد لله على سلامتك. ممنونك مولاي. فحصية منيح. افتحي تمك؟ لك افتحي منيح. افتحي كمان. لك شبك؟ يلا تحركي تحركي تحركي. يلا يلا يلا. لا هاي ما بدي اياها. روحي سنبل، لسه في كتير بنات. ناوي تاخذهم كلهم؟ انا بعرف شو عم بعمل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي منيحة، هي منيحة. يلا خلص. روحي روحي. ما شاء الله على القبطان خضر، مو تارك بنت الا وجايبها معه. مولاي إذا بتسمح لي حابب أقدم هدية لجلالتكم. تفضل. بعد ما ضمينا كل الجزائر لدولتنا العلية بيشرفني أقدم لكم مفتاح المدينة كهدية متواضعة. بفتخر فيك وبجنودك الأبطال اللي صنعوا هالانتصار الكبير. الدولة العثمانية ما حدا بيقدر يوقف بوشها طالما في رجال مثلك. وبعد ما رفعتوا رايتنا بالجزائر وقدمتوا هالتضحيات وقدرتوا تنتصروا، انتوا بتستحقوا المكافأة. وتبوس ايده للسلطان قبل ما تحكي اي كلمة. لو تكرمتوا وسجلتونا الاصول بشي دفتر كنا حفظناهن عن غيب قبل ما نجي. دستور جلالة السلطان سليمان. مثل ما قلت لك. خير، لا تنسى تبوس ايده للسلطان. ريس خضر تعال لعندي. مولاي. الحمد لله على سلامتك. ما
ممنونك مولاي. فحصيها منيح. افتحي تمك؟ لك افتحي منيح. افتحي كمان. لك شبك؟ يلا تحركي تحركي تحركي. يلا يلا يلا. لا هاي ما بدي اياها. روحي سنبل، لسه في كثير بنات. ناوي تاخذهم كلهم؟ انا بعرف شو عم بعمل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي منيحة، هي هي منيحة. يلا خلص. روحي روحي. ما شاء الله على القبطان خضر، مو تارك بنت الا وجايبها معه. مولاي إذا بتسمح لي حابب أقدم هدية لجلالتكم. تفضل. بعد ما ضمينا كل الجزائر لدولتنا العلية، بيشرفني أقدم لكم مفتاح المدينة كهدية متواضعة. بفتخر فيك وبجنودك الأبطال اللي صنعوا هالانتصار الكبير. الدولة العثمانية ما حدا بيقدر يوقف بوشها طالما في رجال مثلك. وبعد ما رفعتوا رايتنا بالجزائر وقدمتوا هالتضحيات وقدرتوا تنتصروا، انتوا تستحقوا المكافأة. بكفي بكفي، أخذنا اللي بدنا إياهم منهم. شلون هيك يا آغا؟ هدول بيطلعوا شي 30 وحدة، وين بدنا نروح بكل هالنسوان؟ يا رجل الله وكيلك، القصر ما عاد يسع. خلص بكفي، خلص اكتفينا، خذوا البقية رجعوهم. يلا بسرعة. يلا رجعوا لورا، يلا روحوا. ما رح ندخل معهم هالقصر؟ لا، وين بدنا نروح لحالنا؟ رح ياخذوكم على سوق العبيد. يلا امشوا بقى امشوا. على سوق العبيد؟ ايه شو ما عم تسمعي؟ روحي يلا. يلا امشوا معي. يلا خليك تمشي معه ولا حدا. يلا امشي. يلا امشي خلصي. امشي بقى امشي. مين بيكونوا هدول؟ هدول الجواري اللي جابون معه القبطان خضر يا سلطانة. بدي اياكي تفحصيهم بنفسك يا ألفت. شوفي أجمل وأزكى وحدة بيناتهم وخليهم يدربوها منيح مشان جلالة السلطان. معك حق سلطانة، وخصوصي قبل ما تشوفهم هيام. في منهم أسيرات نبيلات يا سلطانة، وفينا نختار واحدة منهم. مو هاد اللي محتاجين، المهم نلاقي واحدة تقدر تشغل قلبه للسلطان. نحن ما تركنا شاركان ياخد نفس وأخذ نصيبه، وهداك المغفل أندري دوريا سفنه ما بقى لمحتهم. وليش يضل إذا شاركان عم يهرب؟ طهماس كمان نفس الحالة، عم بيضل متخبي. حتى من عساكره ما عاد خجل. يعني هيك ناس جبناء ما بتتأمل تواجههم بالحرب. اليوم اللي رح تشوفهم راكعين فيه قدامك يا مولاي مو بعيد كتير. هاليوم رح يجي بس لما بيكون معي رجال مثلك. رئيس خضر، صار لازم نهتم بالبحر أكتر من قبل لنعزز مكانتنا بالشرق، ولهالسبب رح نحتاج لأسطول قوي ومدرب. فبدي منك تبني لي هذا الأسطول وتكون قائد لكل القوات البحرية العثمانية. شرفتني بهالمنصب، بس إذا استلمت هالمهمة معناها لازم ضل بالعاصمة، وبتعرفوا أنا متعود على البحر. أنا ما جبتك لهون مشان تضلك بالعاصمة. رحلتك لسه ما بلشت، والبحر الأبيض بدي تحوله لبحيرة من بحيرات الدولة العثمانية. وأنا ناطر الإشارة منكم يا مولاي السلطان. بس بالأول في عنا مهمة صغيرة لازم نخلص منها قبل.
راح يتوجه الريس على حلب ليلتحق بحملة إبراهيم باشا هنيك. بعد ما يرجع لنا بخير من حلب راح يباشر مهام قائد القوات البحرية. شكله عرفان بالقصة ورح يستخدمها ضدك، وأكيد رح يحاول ينشرها بين جنودنا، ما هيك؟ معناها واصلوا خبر من السلطانة هيام، يبدو صاروا عم يشتغلوا مع بعضهم. شو يا ألفت؟ قدرتي تلاقي لنا البنت المناسبة؟ ايه سلطانة، وعم تتجهز جوا، بس بجوز ما تقدر تدخل، هيام ممكن ما تسمح لها. نحن لازم نشتغل بالسر وندخلها على الغرفة من دون ما تدرى. لا بالعكس، ضروري إنها تشوفها وتعرف بكل شي، بكل شي، مشان توقف بوشها. ماشي الحال.
بس تعرف هيام رح تتحرك فورا. بس انا مو مطمنة. تعرفوا مولاي له زمان ما قبل تفوت اي بنت لعنده. نحن بتهمنا هيام، ما رح توقف تتفرج ورح تحاول انه تمنعها. ايمتى رح يبطلوا حركاتهم الغبية؟ والله يا سلطانة هالحركات هاي ما رح تنتهي بنوب، بس انا بظن انه جلالة السلطان ما رح يخليها تفوت لعنده، بقى خليها تجرب حظها. مين بتكون هالبنت؟ واحدة من الجوارية اللي اجوا اليوم مع القبطان. وحلوة؟ اوه ما شاء الله بتاخد العيش. كوثر! مولاتي السلطانة بتروحي انتي وسنبل بسرعة، وكل الجواري اللي جابون اليوم القبطان بتشوفون، واجمل وحدة فيهم بدها تصير خدامة عندي. واوعكن السلطان يشوف وشها بالمرة. السلطانة اسمع الحكي من دون ما تناقشه، فهمت؟ طبعا فهمت وسامعا وطاعة. وشو بتريدي نساوي مع هاي البنت؟ كيفك فاطمة؟ صايرة انت اللي عم تاخدي البنات على الخلوة؟ ألفة خانم هي اللي أمرتني. رجعوها محل ما اجت، ومرة تانية اوعك تحاولي تعملي شيء أكبر منك. أنا بعرف إنك مجنونة، بس سمعك مو تقيل. عم قلك ألفة خانم أمرتني وصلها، ما تذكرتيها؟ فاطمة روحي رجعيها فوراً أحسن ما أقطع لك لسانك، إلا إذا بدك قول للسلطانة هيام وهي بتحل الموضوع. وبعدين شو رح يصير مولاتي؟ شو لازم نعمل؟ ألفت رح تتدخل. كيف يعني؟ أنا شو فيني أعمل؟ بتروحي لعند جلالة السلطان وبتطلبي منه يعزلك من وظيفة أمينة الخزنة. شو قصدك ألفت؟ فهميني شو الموضوع؟ هيك وضع يا مولاي مانو مقبول. حكي لي كل شي بالتفصيل. ألفت السلطانة هيام هي طلبت تترك الوظيفة؟ لا، بس أنا بدي أترك بسببها. ما عم تسمح لي أعمل أبسط مهمة من وظيفتي يا مولاي. يعني طلبت يحضروا لكم جارية جديدة اليوم مثلا، رجعوها على الطريق قبل ما توصل لغرفتكم. قال هيك السلطانة أمرت، وقال من هلأ ورايح ممنوع أي جارية تزوركن يا مولاي. شلون ممنوع ومين بيقرر؟ إلا إذا كانت هاي رغبتكن يا مولاي، وقتها ما بحق لي أحكي أبداً. الكل بالحرم لك بيعرفوا إنه السلطانة هيام عم تتدخل بي. خلاص بكفي، ما بدي أسمع أكتر من هيك، أرجعي على وظيفتك. عفواً مولاي، ما رح أرجع عن قراري. المشكلة أكبر من هيك، لأنه السلطانة خديجة والسلطانة هي مو متفقين. ليش؟ شو السبب؟ أول شخص دري بعلاقة الباشا للأسف هو السلطانة هيام، وأصلاً هي اللي فتحت هذا السر، ومن وراها صار كل اللي صار بينه وبين مرته. شلون يعني من وراها؟ ما فهمت. إبراهيم قصته مؤكدة، هو اعترف بهذا الشيء. معكن حق يا مولاي، بس السلطانة خديجة مو هيك عم تشوفها، وبيجوز هي عم تدور على حدا تلومه. مولاي هالمواجهة رح تستمر، خاصة بعد ما تروحوا على حملتكن. الحرم لك وضعه خطير ولازم ينتظم بسرعة، وأنا وحدي ما بقدر، بدي مساعدة وتكون خبيرة. حاسس انه في حدا ببالك يا ألفت. ايه فعلا، اذا جلالتكم اقتنعتوا فيها. ومين بتكون؟ ما
تقول انت؟ بسرعة نحن لازم نطلع من هون. يلا حضرة إبراهيم باشا، الحمد لله على سلامتكم وسلامة الجميع. الأمور عندك بهي البساطة؟ ما هيك؟ أعدائنا وصلولنا وقدروا يقطعوا طريقنا وكانوا رح يقتلونا، هدول نصبولنا فخ وحضرتك ما عندك خبر شلون قدروا يخترقونا؟ أنا سويت اللازم يا باشا، رجالي استكشفوا الطريق بس بجوز تسللوا عن طريق تاني. بس! مصطفى باشا، باشا انت مسؤول عن امن الطريق من هون ورايح. تحت امرك يا باشا. اما حضرتك يا اسكندر شلبي، اذا شوك بتنخص برجل حصاني انت رح تتحاسب، ووقتها رح يكون عقابك كتير وخيم. اطلعوا. روحوا امسكوا. بدك تهربي مو؟ سلطانة شوفي يا فريال، أنا لساتني لهلأ مطولة بالي عليكي، فلا تختبري صبري أكتر من هيك. والله بقتلك بإيدي. يلا شو ناطرة؟ خدي روحي وخلصيني، أنا مو قادرة أتحمل هالوضع أكتر من هيك. مين ساعدك؟ سلطان جاوبي على سؤالي. طالما انت مصرة انك تعرفي رح قلك. ابراهيم باشا هو اللي ساعدني، اللي عم يحاول يخلصني من ايدك هو ابراهيم باشا. تعرفي السبب شو؟ لأنه بيحبني. صار لنا مع بعض سنين، وهو يلي اشترى لي هداك البيت فريال. كان يضل عندي وقت يلي غيب عن البيت. لأنه عندك ما لقى السعادة، لقى السعادة عندي، وأنا لقيت سعادتي معه. قطعوا له راسه فوراً. وقف. أنا ما رح أقتلك هلأ يا فريال، رح تشوفي عذاب بحياتك ما شفتي، والله لحتى خليكي تتمني تموتي. يلا خدوها حبسوها. أمير الله يخليك ارحمني، ببوس ايدك لا تقتلني يا أمير. أنا في عندي ولاد لا تخليهم يربوا أيتام، الله يخليك. بترجاك ترحمني يا مولاي.
يكبروا عمي. إذا كان في شيء أصعب من اتخاذ القرار فهو التراجع عنه يا مصطفى. التراجع أحياناً ضعف وأحياناً هو. وقف! أنت لازم تأخذ قرار القتل والعفو كأنك سلطان العالم. أنا ما كان فيني أخذ نفس هالقرار. حضرة الأمير. مولاي. سلطنة دديكليري. كنت عم استناك يا سمو الأمير. تركيني لحالي هلأ. جانا اليوم رسول من السلطانة ناهد دوران، قال عازلينا من وظيفتها، والسلطانة هيام هي اللي عم تدير الحرم لك هلأ. وأمي كيفها؟ صحتها منيحة، منشكر الله ومنحمده، بس هي كتير حزينة وقريباً رح تجي لهون. بالنتيجة يا سمو الأمير، سلطانة هيام ساوت اللي بدها اياه. سليمان، قديش هاليوم حلو. شو صاير؟ ليش ما عم تطلع فيني؟ الصلاحيات اللي عطيتك اياها بتتعلق بإدارة الحرم لك، بس بجناحي لا. يعني انت ما بيحق لك تتدخلي مين بيدخل على جناحي ومين بيطلع. اوعك تفكري يا هيام، اوعك تفكري تتجاوزي حدودك. انا ما بعرف بالضبط شو حكولك، بس انا ما منحتك ميزات كبيره ما حدا حلم فيها من قبل، لاني مقتنع انك بتستحقي هذا الشيء. بس اذا بتخزليني وبتخيبي املي، وقت السلطان سليمان ما رح يكون بحياتك يا هيام. أنا فهمانة عليهم، عم يحاولوا يبعدوني عنك ويفرقوا بيننا، لهيك بعتوا لك هديك المرة سليمان. سليمان، ألفة طلبت مني أعزلها وأنا وافقت. عينت عفيفة خانم محلها. مين عفيفة خانم؟ عفيفة خانم بتكون مرضعتي يا هيام، رح تجي من ترابزون، حبقت ست الكل المرحومة، طلبتها مشان تجي تساعد بإدارة الحرم لك. أنا حكيت مع مولاي وعطى أوامره ليجيبوا عفيفة خانم. حلو كتير، أخيرا قدرنا نساوي شي سلطانة. عفيفة خانم هي اللي رح توقف عند حدا. ما لازم تطمني كتير، لأنه هيام مانا لقمة سهلة. إذا كنا حابين نخلص منها لازم نتصرف بحذر. كنت متمنى يكون معكم لشوفها لهيام وهي عم تدفع ثمن كل شي عملته. حاولي تأخري سفرك يا ناهي الدوران، ما بتعرفي بجوز ما يكون في داعي. سلطانة اهدي شوي. امي شو اللي صاير؟ اسمع كوثر، لك وينكن انتو؟ تعالوا فورا. اسمع بسرعة بسرعة بسرعة. شو في مولاتي؟ تجمعوا ضدي وبلشوا يهاجموني، عملوا خطة ورح يجيبوا هديك المرة لهون. هي مرة يا سلطانة؟ انت شو بتقصدي؟ عفيفة خانم بتكون امه برضاعة لجلالة السلطان.
قولي على قامتي على هالمصيبة. شو؟ هاي المرة كتير قوية، حتى السلطانة الأم بذات نفسها كانت تحكي عن قوتها وجبروتها. ضبوا لي غراضي فورا، بدنا نروح. ليش لوين بدنا نروح؟ لا تخلوني عيد كلامي مرة تانية. روحوا ضبوهن فورا، يلا تحركوا. يلا يلا يلا. حضرة الباشا، هذا الصندوق لحضرتكم. ومن مين هالصندوق؟ مولاي السلطان بعتكم يا هدية يا باشا. اتركوه روحوا. انت في بعيونك خوف يا ابراهيم، وضعك مو مريح بنوم. انا ما عم بعرف ابدا شو هو السر اللي عم تحاول تخبيه عني، بس الخوف كتير واضح عليك، عم بيخليك جبان. شكل علقت والله، والدم رح يصير للركب. شو قلت لك يا هيام؟ مو قلت لك هذا الجناح ممنوع تفوتي عليه؟ سلطانة، واضح انه الشي اللي صاير معك موترك. شو رأيك تبعدي عن كل شي وترتاحي شوي؟ انتي شمتانة يا هويا؟ ابدا، وليش لاشمت؟ طلعي فورا من الجناح. بعد اذنك، هالجناح من هون ورايح رح يكون الي. انتي جنيتي شي اللي واقفه قدامك السلطانة؟ انتي شو دخلك ناهي الدوران؟ طول عمرك عم تدوري على حدا يحميكي ورا ظهره ليكون وصل الدور لخديجة. طلعوا لبرا سلطانة. اتركونا لحالنا. وانتو اطلعوا كمان. اسمعي منيح يا هيام، نفذي الأوامر ومن دون نقاش. ما بدي شوف وشك بهالجناح بنوب، مفهوم؟ الظاهر يا سلطانة إنه مشكلتك مأسرع عقلك. هذا الموضوع مو سهل بنوب.
لو أنا محلك كنت أكيد أكيد رح جن. الله يكون بعونك. أنا رح أخلص منك. إيه حاولي يا سلطانة، كلكم جربتوا بس ما قدرتوا علي. اسمعي يا سلطانة، أنت مكانك مو هون. الكل عم يحكوا بالقصة. وين ما رحتي هي القصة كبيرة ورح تضلها لحقتك. بيجيكي يوم مثل هاليوم يا هويا، رح تشمت فيكي كل الناس. تعرفي ليش؟ لأنه مولاي السلطان بده يعشق غيرك يا سلطان. هالشي مستحيل، لأنه هاي المرة مو موجودة. لا تحلمي. بقديش الجارية؟ 1000 ذهبي. شوف قديش جسمهم قوي، اجونا من بلاد العجم وفي منهم اجونا من القصور. سعرهم كثير غالي، معقول ما في أرخص من هيك؟ يا أفندي هالجواري ما بتلاقي مثلهم أبدا. لا تكون عم تبيع ذهب. إيه أنتي تعي. هاي رجعوها من القصر، إذا عجبتها خدها. أنت شو اسمك؟ شو ما عم تسمعيني؟ عم قلك شو اسمك؟ فيروزة. بما أنك مو خايفة من حدا وما في ولا مرة على وش الأرض بتقدر عليكي، ليش ما عم تقبلي إنه السلطان يشوف غيرك؟ لأنه مولاي السلطان بيحبني ومو منقص عليه شي بنوك. بس شوفي جوزك الباشا، بجوز بده تجهزي له كم بنت يا سلطان. هو بيحب النسوان. We'll be right back.